السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في قناة عالم نجمة في فيديو جديد. طبق اليوم كما كتشاهدوا هو عبارة عن طبق سباكيتي بفواكه البحر. هذا الطبق غني وخفيف ولذيذ في نفس الوقت، وكيتحضر بسرعة. كلنا نحضروه كوجبة عشاء أو وجبة غداء في نفس الوقت. بلا ما نطول عليكم، بقوا معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله، بسم الله. عندي 200 غرام من سباكيتي، عندي القشدة السائلة، هذه خاصة بالطياب ماشي ديال الحلويات، عندي الملح، عندي الإبزار، عندي القليل من الكروفيت، عندي فواكه البحر مختلفة شي 200 غرام تقريبا، عندي ملعقة كبيرة من الزبدة، وعندي القليل من المعدنوس مقرض، وأخيرا عندي زيت الزيتون. ندوزو مباشرة للطريقة. هنا فوق البوطه ديجا وضعت البرمه، درت فيها الماء، ها هو تغلى، غنضيف ليه الملح، وغنوضع فيه السباكيتي. نخليوها طيب تقريبا لواحد المده ديال 10 دقائق قبل ما تكمل طيابها بشي 3 دقائق. غنصفيوها من الماء ديالها لانها غتكتمل الطياب ديالها مع فواكه البحر. خديت طاوه وضعتها فوق النار، غنوضع فيها زيت الزيتون. بسم الله، غنوضع كذلك الزبدة، وغنوضع واحد الفص ديال الثوم. هذا الفص غير غيطلق المذاق ديالو او النكهة ديال الثوم، وغنزوله. نحرك شويه، نخلي الثوم كما قلت يطلق شويه النكهه ديالو، وغنزوله. غنزول الثوم وغنضيف الكروفيت، غنضيف غيطيب لمده 3 دقائق. هنضيف الملح، من بعد ما مرات 3 دقائق غنزول الكروفيت. ها هو طاب، غير كيطيب. وفي نفس المقلاة غنضيف فواكه البحر. غنضيف شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، ونستمر ونحرك الكل.
نخليها يطيبوا واحد المدة ديال 3 دقائق، عاد نضيف لهم المعدنوس مقرد. بعد ما مرور 3 دقائق غنزول الغطاء، غنضيف المعدنوس مقطع، نحرك كل ثم نضيف القشدة السائلة الخاصة بالطبخ. نحرك كل شيء، هو كي يهبط ما كتطلبش واحد الوقت كبير في الطياب. نخليها تزيد طيب واحد 2 دقائق، ومن ثم غنضيفوا ليها السباكيتي. نزول بوزروك باش يبقى محتفظ بالشكل ديالو. سباكيتي غنزولها او غنصفيها من الماء. غنضيف لهذا الخليط ديال فواكه البحر، غنضيف ليه سباكيتي باش تكمل الطياب ديالها فهاد الكريمه ديال فواكه البحر. نستمر في التحريك حتى تندمج العناصر كامله، ونخليوها تطيب تزيد تكمل طيبها لمده 2 دقائق فقط. السباكيتي ديالنا هي طابت، طفيت عليها البوطه، غنضيف ليها شويه ديال البزار. والكروفيت اللي كنت حضرت من قبل، وغنخلط كل شيء حتى تندمج لينا جميع العناصر، ونتلاقاو مع طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم، اللي هو طبق سباكيتي بفواكه البحر. قدمته بهذا الشكل وزينته بورق المعدنوس. بصراحه هذا الطبق كيجي غني ولذيذ، وفي نفس الوقت سهل في التحضير، وكيحبوه الصغار والكبار. وكنتمنى تجربوه. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم والتعليقات الجميله ديالكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تنساوش كذلك الضغط على زر الاعجاب. شكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.